أهلا بكم. فجأة أصبح شاب لم يكمل 30 حديث العالم. حدث ذلك في عام 2013. اسمه إدوارد سنودن. خرج سنودن من مخبأ الاستخبارات الأمريكية ليكشف هذا العالم الأمريكي السري. خرج عشان يصدمنا اللي بتعمله الاستخبارات الأمريكية فينا احنا سكان كوكب الأرض. بتتجسس علينا، بتتجسس على مكالمات التليفونات، بتتجسس على البريد الإلكتروني، على التغريدات اللي بنكتبها، المستندات الشخصية والعائلية والرسمية، الصور، شرائط الفيديو. لا أحد منا يمكن أن ينجو، لا مكان لنا للاختباء. كان سنودن بيتصور أن المخابرات الأمريكية تراقب الأعداء، لكنه اكتشف أنها تراقب الشعب الأمريكي أيضا. القانون في أمريكا بيمنع ذلك، لكن الاستخبارات الأمريكية بتشوف أنها فوق القانون، نظام لا سابق له، تطفل على الحياة الشخصية بلا استحياء. المثير للدهشة أن سنودن ساهم في بناء هذا النظام قبل أن ينال منه. في 17 سبتمبر 2019 نشر مذكراته تحت عنوان سجل دائم. سبقت المذكرات أحاديث صحفية أدلى بها وكتب نشرت عنه وفضائيات ليلية لم تتوقف عن متابعة أخباره في المنفى. احنا امام حالة انسانية راقية جدا، امام ضمير استيقظ يحذرنا من كارثة العصر الرقمي الذي نعيش فيه. انها رحلة خاصة جدا، خطيرة جدا. No, I don't think Mr. Snowden was a patriot. As I said in my opening remarks, I called for a thorough review of our surveillance operations before Mr. Snowden made these leaks. My preference, and I think the American people's preference, would have been for a lawful, orderly examination of these laws. كتب سنودن في مذكراته: كنت أعمل لصالح الحكومة، لكنني أعمل الآن لصالح الناس. احتاج سنودن إلى 3 عقود حتى يدرك الفرق بين الجانبين، لكن عندما أدرك الفرق وقع بنفسه في المتاعب، على أنه يحاول حماية الناس مما فعل في الماضي. كان جاسوسا، خدم في وكالة الاستخبارات المركزية، وخدم في وكالة الأمن القومي الأمريكية. شاب موهوب، موهوب في التكنولوجيا، التكنولوجيا الرقمية، سعى إلى بناء ما تصور أنه سيكون عالما أفضل. ما حدث أن العالم أصبح أسوأ. إذن لا مفر من كشف أسرار وكالات الاستخبارات الأمريكية. لكن كانت المشكلة إزاي يوفق
بين التعهد اللي كتبه على نفسه باحترام السرية في العمل وبين الوفاء للمبادئ الأساسية في بلاده، وبيسأل إلى من أدين بالولاء؟ كيف سأكمل حياتي بعد أن اكتشفت حقيقة ما تورطت فيه؟ اتخذ قراره، كان قراره الانحياز للناس، الاعتراف بالحقيقة، إرضاء الضمير. جمع وثائق تثبت تجسس وكالات الاستخبارات الأمريكية على الشعوب، خاصة حكام الدول. سرب هذه الوثائق للصحفيين. قامت الدنيا ولم تقعد. سنودن يتخفى الآن في روسيا، مطلوب حيا أو ميتا في الولايات المتحدة. I haven't been uncomfortable. You know, I haven't really been scared like I thought I might be. You know, there's always questions of asylum and, you know, where I'm going to stay and how these things work out. But regardless of what happens, if I if I end up in chains in Guantanamo, I can live with that. عندما نشر سنودن المذكرات، رفعت الحكومة الأمريكية قضية ضده. وجهت إليه تهمة انتهاك بند السرية في عقود العمل التي وقعها. سبق أن عمل في وكالة الاستخبارات المركزية التي تعمل خارج الولايات المتحدة، وسبق العمل في وكالة الأمن القومي المسؤولة عن التنصت. في ديسمبر 2019 صدر الحكم ضد سنودن. جاء في حيثيات الحكم أن المتهم كشف عن وثائق شديدة الحساسية وشديدة السرية، أن الكشف عن هذه الوثائق تسبب في أضرار ومخاطر للحكومة الأمريكية، أن سمعة الولايات المتحدة تلطخت بالعار بعد نشر هذه الوثائق. We believe that under any circumstances, Mr. Snowden should return to the United States and face the serious crimes that with which he's been charged. He will, of course, be afforded the kind of due process that's available to every American citizen who's going through the criminal justice process. But the crimes that he's accused of committing are serious. And we believe that he should return to the United States and face them, rather than seeking refuge in the arms of an adversary of the United States that has their own strategic interest. نشأ سنودن في عائلة عسكرية. نشأ في مدينة إليزابيث سيتي بولاية نورث كارولينا. انتقلت العائلة إلى ولاية ميريلاند قبل أن يكمل سنودن عامه التاسع. في كراوفوتون عمل والده ضابطا في قسم هندسة الطيران في مقر خفر السواحل. عملت الأم في وكالة الأمن القومي. تعرف سنودن على جهاز الكمبيوتر من والده. في السنة 10 من عمره أصبح مهووسا بالإنترنت. تعلم برمجيات الكمبيوتر. أصبح هاكرا في سن المراهقة. أثر هوس الإنترنت والكمبيوتر على الأداء الدراسي. وفي احدى الممرات اكتشف ثغره امنيه في الموقع الالكتروني لمختبر لوس ألموس الوطني، ومختبر يتبع وزاره الطاقه الامريكيه. اتصل سنودن بالمختبر، ابلغهم بما اكتشف. تلقى اتصالا من المسؤول عن المختبر. الراجل شكره، بل وعرض عليه وظيفه بمجرد أن يصل عمره إلى 18 سنة.
طالب في مدرسة أروندل الثانوية انفصل والدة سنودن وانتقل للعيش مع والدته. في السنة الثانية من المدرسة الثانوية اكتشف أنه مصاب بمرض صعب، مرض يسمى كثرة الوحيدات العدائية، ومرض مناعي بتسبب في حالة عامة من الأعياء لكنه ليس مرضا خطيرا. المرض لم يمنعه من تنمية موهبة البرمجة، بل بدأ العمل كمصمم لمواقع الإنترنت بالقطعة، لكن الموهبة وحدها لا تكفي. درس وحصل على شهادة في البرمجة من معهد الكمبيوتر التابع لجامعة جونز هوبكنز. في عقاب هجمات 9 سبتمبر 2001 تطوع في الجيش. كان في طريقه ليصبح رقيبا في القوات الخاصة، لكن جسده النحيل الذي لم يحتمل التدريبات الشاقة حال دون ذلك. تحطم حلمه الأول، ولكن لم يتخلى عن حلمه الأكبر وهو خدمة الولايات المتحدة. For somebody in a federal family, it's kind of natural to follow in their footsteps. I just say, why not? You know, our government is the greatest government in human history. We're all taught that. This is the kind of thing that led me into the army. أدرك سنودن إن موهبته في التكنولوجيا المجال المناسب لخدمة الوطن. بعد تسريحه من الجيش عاد للدراسات المتخصصة. كان يعرف أنه يحتاج إلى مستوى وخبرة عالية ليعمل في وكالة الاستخبارات. بحث عن وظائف بتدعم تحقيق الهدف. أصبح موظفا في مركز ميريلاند للدراسات المتقدمة للغات. المركز هو مركز أبحاث بترعاه وكالة الأمن القومي. في عام 2006 حضر سنودن معرض توظيف في فندق ريتز كارلتون فيرجينيا. تلقى عرضا للعمل في وكالة الاستخبارات المركزية. تحمس بالقطع لقبول العرض، لكنه لاحظ عندما بدأ العمل مع الوكالة شيئا مهما. لاحظ أن معنويات أفراد الطاقم منخفضة جدا وتكاد تكون معدومة. وراء ذلك سبب يمكن تبريره. بدأت القصة بفشل أجهزة الاستخبارات في الكشف المبكر عن هجمات سبتمبر 2001. تقرر إعادة تنظيم شامل لوكالة الاستخبارات المركزية. التنظيم الجديد أزاح مدير وكالة الاستخبارات المركزية من الإشراف على جميع أجهزة الاستخبارات الأمريكية. كان الرجل بيتمتع بهذا الإشراف منذ إنشاء الوكالة.
لكن بعد إبعاده اعتقد موظفو الوكالة أن الطبقة السياسية خانتهم، بل أكثر من ذلك أقالت عدد كبيرا منهم، بينهم 4 مديرين كبار دفعوهم إلى الاستقالة. اضطرت الوكالة إلى التعاقد مع موظفين جدد من الباطن، إضافة إلى أنها كانت مشوهة الصورة أمام الرأي العام. أدت التحديثات الطارئة على الوكالة إلى تقسيمها إلى 5 أقسام، كل قسم له اختصاصه، كل قسم له فريقه، حتى يكون العمل أكثر سهولة. تخصص القسم الأول في إدارة العمليات، تخصص في التجسس بالمعنى الحرفي للكلمة. القسم الثاني كان بيحمل اسم مديرية المعمليات، كانت مهمته جمع وتحليل المعلومات. حمل القسم الثالث اسم مديرية العلوم والتكنولوجيا، كانت مهمته شراء أجهزة الكمبيوترات وأدوات الاتصال وتدريسها للجواسيس. وتولى القسم الرابع الشؤون المالية والإدارية، باختصار أدار العلاقات مع السلطات التنفيذية الحكومية. أما القسم الخامس فهو إدارة الدعم اللوجستي، وتتلخص مهمته في إدارة البنية التحتية للاتصالات في جميع أنحاء العالم. في القسم الأخير بدأ سنودن العمل في وكالة الاستخبارات المركزية CIA. عمل سنودن في المقر الرئيسي لوكالة الاستخبارات المركزية. المقر الرئيسي للوكالة في فيرجينيا، بيقع على بعد 20 دقيقة من البنتاغون والبيت الأبيض. قبل أن يبدأ سنودن العمل تلقى ما يعرف بالتلقين الإجباري. في التلقين بيلعب قادة الوكالة على نفسية المتعاقدين الجدد، بيهم المتعاقدين الجدد بأنهم نخبة المجتمع وبأنهم أناس لا مثيل لهم، وأنهم اختيروا ليعرفوا أسرار الدولة ولحماية أسرار الدولة أيضا. في مارس 2007 أرسلت الوكالة سنودن إلى جنيف سويسرا تحت غطاء دبلوماسي. في جنيف كان مسؤولا عن حفظ أمن شبكات الكمبيوتر. كتب سنودن: تحت غطاء دبلوماسي كنت أحد المتخصصين القلائل في مجالي. كان مسؤول عن ربط جميع فروع الوكالة في أوروبا بالإنترنت، ومن خلال رقمنة الشبكة كنا نتجسس على الجميع لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. بيضيف سنودن: لم يكن علينا إعادة تصميم عمل أجهزة الاستخبارات فحسب، بل إعادة تعريف طبيعة الاستخبارات كليا. لم يتعاملوا مع اجتماعات سرية، لم يتواروا في مخابئ آمنة، بل تعاملوا مع البيانات وحدها. الحقيقة خلص زمن الجاسوس الغامض وبدأ زمن الجاسوس اللي نقدر نسميه جاسوس الديجيتال. في فبراير 2009 استقال سنودن من وكالة الاستخبارات المركزية بحثاً عن طريق آخر. In the Central Intelligence Agency, you sign a non-disclosure agreement, but then you're made to stand up and take a real oath. This is an oath to support and defend the Constitution of the United States. It's not an oath to the President, it's not an oath to the Congress. It's an oath to our ideals. بعد فترة وجيزة انضم سنودن إلى وكالة الأمن القومي، اختير ليعمل لحساب الوكالة في اليابان. عمل مع الوكالة تحت غطاء موظف في شركة بيرو سيستمز. فيما بعد استحوذت عليه شركة ديل للحواسب. عمل سنودن في المركز الفني للمحيط الهادئ التابع للوكالة، بالتحديد في قاعدة يوكوتا الجوية. كانت وظيفته هناك المساعدة في ربط أنظمة وكالة الأمن القومي بأنظمة وكالات الاستخبارات الأمريكية كلها.
كتب سنودن عن الفترة اللي قضاها في وكالة الأمن القومي الأمريكي يقول: شاركت في التغيير الأكثر أهمية في تاريخ التجسس الأمريكي، شاركت في التحول من المراقبة المستهدفة للأفراد إلى المراقبة الشاملة لمجموعات سكانية بأكملها. أضاف: ساعدت في جعل الأمر ممكناً من الناحية التكنولوجية لحكومة واحدة، حكومة واحدة تجمع كل الاتصالات الرقمية في العالم، أيضاً تخزين الاتصالات على مر العصور ويمكنها البحث فيها حسب الرغبة. حدث أن استضافت وكالة الأمن القومي مؤتمر شارك فيه مجموعة من خبراء الاستخبارات. تناول المؤتمر أساليب استهداف المخابرات الصينية لمجتمع الاستخبارات الأمريكية. ناقش المؤتمر كيف يمكن تجنب ذلك. بمحض الصدفة غاب المسؤول عن تقييم قدرات المراقبة الصينية. اختير سنودن ليقوم بالمهمة نيابة عنه. ظل سنودن مستيقظا طوال الليل ليعد العرض الذي عليه أن يقدمه. قام بغربلة التقارير السرية التي أرسلتها وكالات الاستخبارات الأمريكية. اعترف أنه ذهل من قدرات المخابرات الصينية. قارن بين ما تدعيه الوكالات الأمريكية وما تنفذه الوكالات الصينية. في هذه اللحظة بدأ الشك في الاستخبارات الأمريكية وسأل نفسه: هل يمكن أن تحصل الولايات المتحدة على هذا القدر من المعلومات عن الصينيين دون أن تفعل الشيء نفسه، أي الولايات المتحدة بالأمريكيين؟ We are all about preparing for and responding to a crisis event. The time frame that we generally live in is 0 to 72 hours. It's all about what is called for in that time-sensitive situation. How can the agency best respond to make sure that we're doing everything that we can to support the military, to support our national policymakers, and to provide foreign intelligence and cybersecurity to the nation. نمت شكوك سنودن أكثر عندما قرأ تقريرا غير سري عن برنامج رئاسي للمراقبة. دفعت الشكوك إلى البحث عن التقرير السر الخاص بنفس الموضوع، لكنه لم يجده. وبمرور الوقت فقد الاهتمام، لكن دون قصد وقعت النسخة السرية بين يديه، وضعت بطريق الخطأ على مكتبه. قرأ التقرير، ظل في حالة ذهول شهورا. كتب: شعرت بأنني أصبحت أكثر نضجا من قبل، لكنني ملعون أيضا بمعرفة أننا جميعا سنظل مثل الأطفال، أطفال سيضطرون إلى العيش تحت وصاية الوالدين. أضاف: شعرت أنني محتال، شعرت أنني أحمق، أنني بمهارات التقنية ساعدت في بناء هذا النظام، ولكن دون أن أدرك الغرض منه. The NSA, the Russian intelligence service, the Chinese intelligence service, any intelligence service in the world that has significant funding and a real technological research team can own that phone the minute it connects to their network. As soon as you turn it on, it can be theirs. They can turn it into a microphone, they can take pictures from it, they can take the data off of it. But it's important to understand that these things are typically done on a targeted basis, right? It's only done when people go, this phone is suspicious. انتقل سنودن إلى كولومبيا في ولاية ميريلاند عام 2011. كان لازال يعمل تحت غطاء شركة ديل
لكنه طلب التحول إلى إدارة المبيعات. أراد إلهاء نفسه بعيدا عن القلق اللي راح يساوره. أرار أن يعيش حياة طبيعية. لكن ظهور الحوسبة السحابية أعاد إليه القلق. الحوسبة السحابية نظام تخزين إلكتروني للمعلومات. بدأ سنودن يعبر عن مخاوفه لصديقته المقربة لاندسي ميلر التي ستصبح زوجته فيما بعد. في الوقت نفسه بدأ يعاني من دوار شديد. في النهاية أصيب بأول نوبة صرع. بعد نوبات من الصرع أخذ إجازة من شركة ديل. في فصل من مذكراتي بعنوان على الأريكة بيصف سنودن فترة المرض، بيحكي إزاي قضى الوقت كله في التعافي على أريكة والدته الزرقاء. في ذلك الوقت بدأ الربيع العربي في الشرق الأوسط. اتخذ سنودن قراره بالتحرك. كان الشاب الذي بدأ الربيع العربي من عمر سنودن تقريبا، كان بائعا متجولا في تونس. كان يبيع الخضر والفاكهة على عربة يد، واحتجاجا منه على تعسف السلطات أضرم النار في جسده، مات. هذا هو الفعل الحر الذي استطاع القيام به. لكن قال سنودن: أنا بإمكاني النهوض عن الأريكة والضغط على بعض الأزرار. But I saw something wrong, and I saw basically the government was violating the law, and what I believe to be the Constitution of the United States, and more broadly human rights, for everyone in the United States and around the world. There were domestic surveillance programs, there were mass surveillance programs that worked internationally. Basically everything that they could monitor, they were monitoring. في مارس 2012 بدأ سنودن العمل في النفق. النفق كان مصنع طائرات، ثم تحول إلى منشأة تابعة لوكالة الأمن القومي. النفق يقع تحت حقل أناناس في كونيا على جزيرة أواهو في هاواي. كان سنودن لا يزال يعمل مع شركة ديل، لكن لحساب وكالة الأمن القومي. انتقل إلى هاواي للاستمتاع بأسلوب حياة أكثر استرخاء، وكانت متطلبات العمل أقل إرهاقا. أراد تقليل مسببات نوبات الصرع، لكن العمل الجديد لم يقلل من مخاوفي بشأن خطورة ما يفعل هذا العمل على البشر. كتب سنودن: ما أن اكتست حواجز الأمن ونزلت إلى النفق حتى فكرت في المستقبل. لم أتخذ قرارا في هذه اللحظة. أهم القرارات لا تؤخذ في الحياة بسهولة، بل تؤخذ في اللاوعي، ولا تعبر عن نفسها إلا بعد أن تكتمل. دخلت عامي 29. كانت هديتي لنفسي أنني سأقوم بعمل فريد وإن لم يتضح بعد.
بدأ سنودن البحث بهمة عن قدرات المراقبة في الاستخبارات الأمريكية، واهتم أكثر بانتهاكات وكالة الأمن القومي للحياة الخاصة، فرض عليه العمل تطوير نظام يسمى هارت بيت. هو النظام يقوم على البحث عن المستندات الجديدة والفريدة من نوعها، ثم ينشئ ملفا لكل موظف بناء على اهتمامه ومستوى تصريحه الأمني، أو ينشئ ملفا لكل شخص على سطح الأرض. كان برنامجا شاملا. بهذا البرنامج تمكن سنودن من الوصول إلى معلومات أبعد من شبكة الأمن القومي، وصل إلى شبكات وكالة الاستخبارات المركزية، ووصل إلى شبكات مكتب التحقيقات الفدرالية. قامت خوادم برنامج هارتبيت بتخزين نسخة من كل هذه الوثائق ممسوحة ضوئيا. سمحت هذه الوثائق لسنودن بالتجول كما يشاء بين الوكالات الاستخباراتية المختلفة. امتلك قوة لم تتوافر لمدير الوكالات. فيما بعد قال سنودن للصحفيين أن جميع الوثائق التي سربها استلمها من خلال نظام هارتبيت. في هذه المرحلة اتخذ سنودن قراري، قرار الكشف عن أسرار العمل الذي كان يقوم به. قرر أن يعرف الناس أن حياتهم مكشوفة تماما. المذكرات بيتوقف سنودن عند دستور الولايات المتحدة، بلا تردد بيؤكد أن مجتمع الاستخبارات اخترق الدستور الأمريكي. الدستور الأمريكي بيمنع التجسس على المواطنين، ولكن أجهزة الأمن تبيح لنفسها التجسس عليهم. في الوقت نفسه بتفلت السلطات المدانة من العقاب. سنودن بيفرق بين مصطلح التسريب ومصطلح الإبلاغ عن المخالفات. التسريب بيحدث بسبب مصلحة خاصة، أما الإبلاغ عن المخالفات فلا يبغي سوى مصلحة عامة. قرر سنودن الإبلاغ عن المخالفات المنتهكة للدستور، وحتى يثبت صحة اتهاماته جمع قدرا هائلا من الوثائق السرية. اختار عدم النشر بنفسه، لم يشأ أن يضيع وسط مجانين نشر الأسرار على الإنترنت كل يوم. تجنب ويكليكس، شعر أنهم ينشرون الوثائق كما تلقوها، قرر أن ينشرها كما يشاء. فكر في صحيفة نيويورك تايمز ولكنه تراجع عن ذلك. لم يكن معجبا برئيس تحريرها في ذلك الوقت بيل كيلر. سبق أن بيل كيلر أجل نشر التقارير الصحفية عن برنامج مراقبة الإرهاب عمدا إلى ما بعد انتخاب جورج بوش عام 2004. بعد تفكير وضع سنودن خطة متعددة الطبقات لنشر الوثائق سنعرفها فيما بعد.
اختار سنودن عددا من الصحفيين للتواصل معهم. في المقام الأول مخرجة الأفلام الوثائقية لورا بيوتراس، واختار معها الصحفي جلين بيرينو والد. غادر سنودن شركة ديل في 15 مارس 2013، أفرق حساباته المصرفية، محى تشفير أجهزة الكمبيوتر القديمة، بحث عن الوجهة الأكثر أماناً والأكثر ملائمة، لم يجد أفضل من هونغ كونغ. سافر لطوكيو ومن طوكيو إلى هونغ كونغ. في هونغ كونغ التقى لورا وجلين يوم 2 يونيو 2013. من 3 و9 يونيو أجرى الحوارات الصحفية في غرفة الفندق اللي اختاره. أجرى حوارا مع جلين جرينوالد وزميله في صحيفة الجارديان أوين ماكا سكيل. صورت لورا اللقاء، نشرت اللقاء كاملا في فيلمها الوثائقي. حصل الفيلم على الأوسكار، نال جائزة أفضل فيلم وثائقي لعام 2014. في 5 يونيو بدأت صحيفة الجارديان في نشر الوثائق، بعدها بدأت صحيفة واشنطن بوست في النشر. كشفت هوية سنودن يوم 9 يونيو في مقابلة بالفيديو نشرتها لورا على موقع الجارديان الإلكتروني. في 14 يونيو اتهمت الحكومة الأمريكية سنودن بالخيانة، استندت إلى قانون التجسس الفيدرالي وطلبت رسميا تسليمه في 21 يونيو، يوم عيد ميلاد سنودن 30. Over time, that awareness of wrongdoing sort of builds up, and you feel compelled to talk about it. And the more you talk about it, the more you're ignored, the more you're told it's not a problem, until eventually you realize that these things need to be determined by the public, not by somebody who was simply hired by the government. لكن ما الذي كشفه سنودن؟ ما هي محتويات الوثائق التي سربها؟ بريسم هو اسم رمزي لبرنامج استخباراتي أمريكي. بمقتضى هذا البرنامج تقوم وكالة الأمن القومي الأمريكي بجمع الاتصالات من على الإنترنت. بتجمع الاتصالات من شركات الإنترنت المختلفة. بدأ بريسم في عام 2007. بدأ في أعقاب إقرار قانون حماية أمريكا في عهد جورج بوش. جرى تشغيل البرنامج تحت إشراف الاستخبارات الأمريكية، بيرصد وينسخ عملاء الاستخبارات الأمريكية كل ما يحدث على الإنترنت، الدردشات الصوتية، الفيديوهات، الصور، البريد الإلكتروني، اتصالات الهواتف. يضاف إلى ذلك حفظ سجل الاتصالات لمستخدمي الانترنت في العالم كله، تحفظها وكالة الأمن القومي الأمريكي. بيتيح الحفظ لمحلل الاستخبارات الأمريكية مراقبة وملاحقة الأهداف الأجنبية، لكن لديهم حجة أنها يمكن أن تكون إرهابية. وبيستخرج عملاء وكالة الأمن القومي البيانات الرقمية مباشرة من خوادم شركات الانترنت، زي صدق أو لا تصدق مايكروسوفت، ياهو، جوجل، فيسبوك، وخدمة التردشة بالتك، سكايب. يحدث ذلك دون تصريح قضائي يسمح بالتجسس على المستخدمين، والحجة أنهم يعيشون خارج الولايات المتحدة. We'll be right back.
حاول سنودن السفر إلى الإكوادور، حاول الحصول على اللجوء السياسي هناك. خطط للسفر إلى موسكو، ومن موسكو إلى هافانا، ومنها إلى كاراكاس، ثم الإكوادور. وصل إلى موسكو في 27 يونيو، ولكن وجد نفسه في قبضة جهاز الاستخبارات الروسية. استجوب عدد كبير جدا من ضباط جهاز الأمن الروسي FSB. في الوقت نفسه ألغت وزارة الخارجية الأمريكية جواز سفر سنودن. لم يستطع سنودن ترك موسكو، بقي فيها 40 يوما. تقدم بطلبات اللجوء السياسي إلى 27 دولة. في الأول من أغسطس منحته الحكومة الروسية حق اللجوء السياسي. نشر سنودن الفصل الأخير من مذكراته تحت عنوان الحب والمنفى. تحدث في هذا الفصل عن حياته العاطفية بالتفصيل. كان قد سافر إلى هونغ كونغ دون إخبار حبيبته ليندسي ميلر. ليندسي ميلر راقصة ولاعبة أكروبات. غادر سنودن هاواي متجها إلى هونغ كونغ وأخبرها أنه في رحلة عمل. في يوم 6 يونيو 2013 قام عملاء وكالة الأمن القومي بتفتيش منزل ليندسي بحثا عن سنودن. صدمت ليندسي عندما عرفت ما فعل سنودن. وصفت إحدى وسائل الإعلام ليندسي بأنها الصديقة التي تركها سنودن ورحل. لكن ليندسي ذهبت إلى موسكو وراء سنودن في عام 2014 وتزوج بعد 3 سنوات. في عام 2020 أعلنت أنها حامل. أعلنت أيضا أنها وسنودن سوف يتقدمان للحصول على الجنسية الروسية دون التخلي عن الجنسية الأمريكية. ولد ابنهما في ديسمبر 2020. في العام نفسه منحت روسيا عائلة سنودن حق الإقامة الدائمة، وفي 26 سبتمبر 2022 وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما يمنح الجنسية الروسية إلى سنودن. Our position has not changed. Mr. Snowden should return to the United States, where he should face justice as any other American citizen would. Perhaps the only thing that has changed is that as a result of his Russian citizenship, apparently now he may well be conscripted to fight in Russia's war in Ukraine. اتخذ سنودن قرارا انحاز فيه الى الجانب الصحيح من المعادلة. هكذا قال: تصرف بما يرضي الضمير والمبادئ التي تربى عليها، هكذا أضاف. لكن سنودن حتى اليوم لا يزال محط جدل كبير في العالم كله. البعض بيعتبره خائنا من الضروري أن يعاقب. البعض الآخر بيراه بطلا انصاع إلى مبادئ الدستور الأمريكي ورفض سيطرة الاستخبارات على الشعوب بلا استثناء. حصد عدد كبير من الجوائز. تولى منصب رئاسة مجلس إدارة مؤسسة حرية الصحافة. هي منظمة أهلية متميزة. ولكنه يعيش في منفى بعيدا عن الوطن. بيعيش في برد قارس لم يعتاد عليه. لكنه يوفر المبرر المناسب لارتداء ملابس ثقيلة بتخفي شخصيته. يحاول تعلم اللغة الروسية ولكنه لم يجدها مثل زوجته. لم يفارق التوتر، لم يفارق القلق من الخروج العلني على أنه يدرك أنه اختياره ونتيجة قراره. عليه أن يعيش في المنفى بطلا في عيون البعض وخائن في عيون البعض الآخر. I don't know where we're going from here. I don't know what tomorrow looks like. But I'm glad for the decisions that I made. And I'm thankful to all of you who are supporting me and believe in the same. Never in my wildest dreams would I have imagined 3 years ago such an outpouring of solidarity.
But even though I'm far from home, your company, your support, keeps me company in exile. قبل أن نحكم على إدوارد سنودن علينا أن نعرف الحقائق التالية: أن كل حياتنا فقدت خصوصيتها، فقدنا أسرارنا وصورنا وحكاياتنا وعلاقاتنا وذكرياتنا، كل ذلك أصبح مستباحا للاستخبارات الأمريكية. وبجرأة يخرج الرئيس الأمريكي باراك أوباما ليعترف: نعم، نحن نتجسس على حكام العالم. لم ينتقدوا أحد ولم يحاسبوا أحد، ولكن سنودن فضح الأجهزة التي تنفذ إرادة الحكومات الأمريكية المتعاقبة. فهل ترى خائنا أم بطلا عالميا؟